التأثير في الرأي العام وتوجيهه من خلال نشر المعلومات المضللة والمغلوطة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي من بين تقنيات حرب المعلومات التي تستهدف مختلف دول العالم. والجزائر ليست في منأى عن حرب الجيل الرابع هذه. تأثير وسائل الإعلام العمومية أو التقليدية أصبح يتناقص ويتضائل بشكل رهيب، وهذا خطر، لأنه المعلومة الصحيحة والمعلومة ذات مصداقية عادة تعطى من انطلاقا من هذه الوسائط التقليدية. إذن على الوسائل التقليدية أن تعيد النظر في عملها وفي طرق اشتغالها حتى تصل إلى إمكانية التأثير وصنع الرأي العام. الوسائل والأدوات المستعملة في الحروب المعلوماتية في تصاعد بهدف زعزعة استقرار أمن الدول، وهو ما يتطلب العديد من الإجراءات للتكيف معها ومواجهتها. لابد أيضا من فتح اختصاص لحرب المعلومات في الجامعات الجزائرية، لأنه لحد اللحظة لا تدرس حرب المعلومات، لا تدرس في أي جامعة من الجامعات الجزائرية، ولا يوجد أي اختصاص في أي جامعة جزائرية حول حرب المعلومات، وهذا مؤسف جدا. على عكس الحروب التقليدية، حرب الجيل الرابع العدو فيها غير معروف، لذا وجب إعادة النظر في إنتاج المعلومة وآليات عمل الإعلام والإعلاميين.